فدي صفقة على أعتاب النادي الأهلي تحتاج إلى جدية من الكابتن محمود الخطيب لإنهائها بأي حال من الأحوال. طيب الناس اللي بتسألنا على محمد إبراهيم، قلت لكم بارح إن محمد إبراهيم في الأهلي بنسبة 90%، وقال الكلام ده إبراهيم فايق بعد أنكل أبو المعاط. ليه بقى بقول لك قال إبراهيم فايق؟ لأن هيجي إبراهيم فايق لما الصفقة تتم يقول لك أهو أنا قلت أهو يا أدم، أنت متفرج على أنكل أبو المعاطي الساعة 6 واخدها أنت بالليل ولا بنفس النص 90%؟ طب انا بقول لك النهارده 95% ابراهيم، محمد ابراهيم في الاهلي. محمد ابراهيم يكون يكاد يكون انهى انضمامه للنادي الاهلي. محمد ابراهيم يرفض اغراءات بيراميدز الخياليه 15 مليون في الموسم. محمد ابراهيم بيراميدز عرض 2 مليون دولار على اداره المقاصه للحصول على خدماته. ماشي، والمقصة لسه قال لك ده 2 مليون دولار دول قليل. ماشي، فمحمد ابراهيم على اعتاب النادي الاهلي. كنت قلت لي حاجه تانية انا كتبتها قدامي غير محمد ابراهيم. كهربا، موضوع يا جماعه الفيديو بتاع كهربا ده، وانا قلته في لايف قبل كده، الفيديو بتاع كهربا اللي انتشر اليوم وهو قلع التيشيرت، الفيديو ده قديم بقاله شهرين. الراجل كان ماشي بعربيته وكان في مكان ما، لقى الناس بتشتمه وبتشتم النادي الاهلي، وقف يرد عليهم، حد مسك قطع التيشيرت، قلع له التيشيرت. لكن ما يصحش بالمره ان انا احط نفسي في الظروف دي. لكن مش عشان واحد وقع نقعد ندبح فيه بقى كلنا، كل واحد يمسك سكينه ويدبح. وزي ما كتب لهم كهربا النهارده، قال لهم كل واحد بقى عاوز يطلع القديم يطلعه، يعني كل واحد عاوز يطلع القديم يطلعه. وكتب وهو مع الست الوالده ربنا يمتها بالصحه والعافيه، انا في البيت مع ست الحبايب، مش عايزكم تقلقوا عليا، كل اللي عنده حاجه قديمه هيطلعها دلوقتي، ما هي فرصه، ولكن لكل حدث حديث، بسم الله الرحمن الرحيم، يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، صدق الله العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل. فبالتالي ده كلام قديم. خلي بالكم ان هناك لجان اعلاميه للعبيط واللهبل بتحاول اللي من دول اشعال الفتن في النادي الاهلي، خاصه وانه يتفاخر باشعال الفتن في النادي الاهلي. وانا شايف ان كل جماهير النادي الاهلي تقدم كل الدعم للكابتن محمود عبد المنعم كهربا، اللي سيعود بعد مباراه الحرس غدا للنادي الاهلي، سيعود امام مباراه الاسماعيلي، خلاص هيبقى جاهز للعب وفي القائمه. انا اللي بقول لك انه في القائمه. فيحتاج الى دعم جماهير النادي الاهلي العظيم. احد الاصدقاء بيقول لي اتخانق معاك لو ما قلتليش حسين الشحات هيلعب ولا مش هيلعب. حسين الشحات بات جاهزا يا استاذنا باذن الله، وبيتمرن تدريبات جماعيه ويلعب في الوقت اللي يحدده مستر فايلا، لكنه بإذن الله هيلحق أفريقيا. بإذن الله هيلحق أفريقيا. إيه حكاية ساتاموني؟ يا قافة! قال له يا قافة! امبارح مع جمهور النادي الأهلي العظيم نزل ملا الدنيا كلها فيديو القافة الشهير وشهادة الناس عليه والحكاية والرواية. لكن أنا عايز أقول إن النادي الأهلي وجماهيره وجماهير النادي الأهلي هي السند الأول للفريق في هذه الأوانة. في وضع عبيط بقول لي انت، هقول لك ايه، الله يسامحك يا حبيبي، ربنا يسامحك ويهديك. طيب بالنسبة لعقد مروان محسن، الناس بتقول العقد ما توثقش. ايوه العقد ما توثقش يا فندم، ومش هيتوثق دلوقتي ست، هيتوثق بنهاية الموسم مع فتح باب القيد. ليه؟ لان العقد عن يعني تم تعديل العقد، تسحب العقد القديم وتحط العقد الجديد اللي هو بدءا من الموسم القادم والسنوات القادمه، لان العقد تمديد مش تجديد. بالعكس الناس كلها ثقه في مروان محسن، وكل الناس بتدعمه نفسيا ومعنويا، وبدا يستعيد فورمته وتهديفه، ويبدو انه اصبح بينه وبين الله سبحانه وتعالى خبيئه كده، عمل خير بيعمله يعني يظبط له الدنيا بينه وبين المولى تبارك وتعالى. ايه تاني يا شباب؟
البلايلي رايح بيراميدز. البلايلي بيراميدز اصلا كان بيشتري ميسي وتراجع. بيراميدز كان بيشتري ميسي وتراجع ماشي. فالبلايلي كمان هيروح، هيروحوا يودوا اللعيبه اللي عندهم دي في ايه، هيعملوا فرقتين A و B الا اذا كانوا هيشتروا المقص. في كلام ان هم كانوا بيقولوا هيشتروا المقص، لكن لوائح الاتحاد الدولي تمنع امتلاك فرد لفريقين في نفس المسابقه، لفريقين في نفس المسابقه. عوض عبيد ربنا يحفظك يا عوض. مهاجم الترجي جدد، حمد الهوني جدد قالوا لي انه جدد ل 23 لكن يحق له انه يرحل بعد موسم مقابل دفع مبلغ معين وحاجات بالشكل ده، اللي هو الليبي حمد الهوني. هيعملوا قائمه 50 لعبه، هم معاهم فلوس يا عم، واللي معاه ماله محيره يجيب حمام وطياره. حد يرمي الفلوس دي في الارض يا عم، ده مال سايب يا عم. انا مش عارف سالم الشمس يعني لاقي الفلوس ديت عشان يسيب كل الفلوس دي. الله يكرمك، انا متشكر لحضرتك. احد ملكاوي بيقول لي بحبك وانت امين في تحليلك الفني اليوم. يا عم انا امين في تحليل الفني على طول. الفني ده كل الزمالك وجماهيره العظيمه لها كل الاحترام وكل التقدير، وادارته لما بتغلط بقول انها غلطت وبمستند وبمعلومات مؤكده، وبعد كده الناس تقول لنفس اللي انا بقول. لا يجيب عمر السومه، لا تواصلت مع عمر السومه عن طريق صديق عضو مجلس اداره في اهلي جده ونفى هذا الامر جمله وتفصيلا. عمر السومه مش مطروح في المساله. لا يجيب مين باك رايت، كان بدا تفاوض مع رجب بكار، كان بدا تفاوض مع رجب بكار، ورجب بكار هيلحق هيرحل عن بيراميدز لان هم هيبقى عندهم احمد توفيق بيلعب باك رايت، وعمر جابر بيلعب باك رايت، وبيلعب احمد فتحي كمان باك رايت. لا حمد الهوني خلاص، وحمد الهوني قبل كده تعرض على النادي الاهلي والنادي الاهلي ما كانش جد فيه. بيتر سامي من كاليفورنيا، اهلا بيك يا بيتر، الله يحفظك. الله يكرمك يا ديدي 12، ربنا يحفظك انت كمان يا حبيبي ويبارك فيه. اخبار الكؤوس اللي اتسرقت ايه؟ ما تستنوا كده نشوف اي حد من اتحاد الكوره يقول لنا اخبار السرقه ايه. عاوز اقول لكم كمان بالنسبه للعقوبات اللي هي بتاعت الحكام، هتصدر بكره ان شاء الله اللي هي في لجنه القيم والانضباط من خلال المستشار سيد البنداري اللي وزع الشغل على اعضاء لجنه القيم والانضباط، وقالوا ان هم مفترض ان هم يبداوا هذا الامر. جنش النهارده عمل حركه رائعه جدا ان هو بيدعم مؤمن زكريا. دي الانسانيات، ده الاحترام، دي الكوره، دي الرياضه، ده الهدف النبيل للرياضه، انك انت بتلعب رياضه مش بتلعب خناق. فان كل الناس في الانسانيات بيدعموا زميل ليهم، ده موضوع في منتهى الروعه. قول لسيد عبد الحفيظ جيرالدو يمشي، والله العظيم انا قلت له. قلت له يا عم ده جيرالدو ده لو انا مكانه العب احسن منه. ده لا بيعرف يوقف كوره ولا بيعرف يعمل كنترول على كوره، وفين وفين لما بيباصي باصه صح. لما بيباصي باصه صح المفترض يسجد، اسجد بلاش هو يسجد، اسجد انا لله شكرا ان هو باصه صح. رمضان صبحي هيشوف نفسه في بيراميدز وهيتنطط عليهم، وارد طبعا، ما رايح بفلوس كتيره. شخصية رمضان مش هتمشي مع النجوم اللي هناك الكتيرة، افتكروا بس هتلاقوه بيطرد كتير نتيجة عصبيته. يعني كان في الأهلي الناس بتلجمه وتقوله لا وبتاع وما ينفعش وكلام من ده، لا هتلاقوه كده. عاوز أقول بالمناسبة دي إن عدد كبير من الإعلاميين قال لك رمضان صبحي في الجزيرة الإماراتي خلال 48 ساعة، رمضان صبحي في نادي معرفش إيه خلال 48 ساعة. بفضل الله بفضل الله طلع كلامنا إحنا اللي صح. ولما قالوا على موضوع الزمالك طلعت قلت لكم ايه؟ مقربين من ولاد مرتضى منصور يؤكدون حصولهم على توقيع رمضان صبحي، عشان بنسب كده يجي ما يجيش ما يجيش، لكن قلتها. لكن الاساس اللي هو كان معلن عنه ان هو رايح فين؟ رايح ل نادي بيراميدز. اي اسئله ثانيه هقولها لحضراتكم. انا كنت هتشل بسبب جيرالد. موضوع الطفل انتقل لرحمه الله، طفل نادي الزمالك اظن احمد محمد الريدي انتقل لرحمه الله، و المواقع الاخرى ما تتكلمش عليه. رايك في اداره الزمالك بعيدا عن الخلافات؟ عامله فرقه كويسه، عامله فرقه كويسه، ما اقدرش تقول اي حاجه تانية. بحبك يا انكل، احبك الله. محمد الجميل اهلا بيك. ناصر محمد اهلا بيك. كيمو عرفة، ما انا قلت يا عم محمد ابراهيم يا كيمو. عموما
دمتم في أمان الله، حفظكم الله وحفظ بلادنا من كل شر المسوء. سلام عليكم.